بينكم اليوم زارنا ابو كرم اللي مشهور بكل تركيا وبكل بورصة وبكل اسطنبول وملقب بمايا كوكو. بمايا كوكو على راسي والله عرفنا والله تشرفنا فيه والله ايه الله راح اليوم راح يغني لنا هيك غنية بند الجيران وراح يعطينا كم موال هيك فلا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو يعني خلي يعرف عن نفسه اول شيء بعدين تفضل معكم ابو كرم امبراطور التيك توك نمبر 1 نمبر 1 بالمايا كوكو 1 مليون يلا ايش بالبنك نحن عطيه سكر محلي محطوط على فريزة كعبك محلي والعود على القيمة وديني تلاقيني لسه بخيري وبدرك بك عبيد خالي لا اله الا الله لا اله الا الله عيفو عيفو روح حلو كمل روح بدرك بك عند الجيران وانت ما فيش علي صدع شوي كعبك محلي والعيون السوداء سكر محلي محطوط على فريزة كعبك محلي والعود على القيمة وديني تلاقيني لسه بخيري وبتحب اركبك على بيت خالي وانت ما فيش يونس احلى لايك حبيبي عم يونس حبيبي طالع يا ثواني هلا بدنا موال موال؟ ايه بدنا موال هيك او وش اسمه او اعطينا شعر تمام؟ عالصاحب عالصاحب لا عالصاحب شو خان صاحب الخايب واسمع خبر يا ديمو يقول ابو كرم صاحب صاحبك سنه وبعد السنه جربه اقسى عليه سنه وبعد الاسى جربه يعني لا بحطك على البوري لا تركبك على البوري يعني اقلع اقلع ما في مجال هذه انا ليش طلعت يا انت ليش صاحب صاحب الزباله انا بدي اركبك على البوري انا ركبك على بيت خالتك عجبتني تبعيته ايه يا شباب طبعا اذا عندك قناه يوتيوب ولا ما عندي عندي 50 مليون زياده 50 مليون وواحد رح تنزل قناه باسم ابو كرم مايا كوكو فتحت القناه ولا لسه؟ لعل ما نفتحها لسه ما انفتحت لسه ما فتحت خلايا بلال لسه بكره نقص الشاشه تفصيل تفصيل يفصلوا على كل احوال اسم القناه راح يكون شو مايا كوكو؟ مايا كوكو ان شاء الله راح يكون اسم القناه مايا كوكو لسه ما ان شاء الله بننشئ له اياها ان شاء الله بتلاقوا قناته بالوصف تحت بحبكم كثير بحبكم كثير بتلاقوه بالصندوق التحتاني الصندوق الاسود تبع الطياره السلام عليكم مايا كوكو اذا بيتفجر بتلاقوا الصندوق الاسود تحيه لشعب سوريا كله تحيه وباقه ورد وعرباني جايه من بورصه لاسطنبول وعلى الطريق نزل دولاب عاد شوبني شوبني